متابعينا الكرام، نحن في رحاب الصالون الدولي للكتاب سيلر في طبعته 25 بسيلر بالعاصمة. حقيقة متعة بين دفات الكتب والشغف العلمي والعديد من الإصدارات الجديدة. حقيقة يعني الناس اللي ما جاوش هم راطين، ان شاء الله الناس تجي تتبع وتشوف. حقيقة جمهور متفاعل، جمهور يقتني. من يقول أن الجزائري لا يقرأ فإنه مخطئ. الجزائري يقرأ، وأول الكتب قراءة هو كتاب الله عز وجل، ثم الكتاب العلمي والدين. إذا نشكر الجميع. جبنا شمنا شوية على اختلاف أنواعها، العديد من دول النشر الأجنبية الحمد لله، والأسعار في كان بعض الكتب والإصدارات لأسعار في المتناول، ولكن بعض الكتب اللي حقيقة ما زالت أسعارها يعني مرتفعة مقارنة بالدخل الفردي للجزائر. يعني وفي نفس الوقت لازم العلم يكون شوية غالي. قيمة الدراسة اللي تكون أصيلة ونفيسة ويعني تحمل في قيادتها العديد من المعلومات القيمة تكون ثمنها، لأن الورق زاد، تكاليف الورق، تكاليف الطبع، عديد من الأمور التي زادت، حتى المجهودات والتعب أصبح ينال من الباحثين. بارك الله فيك، شكرا. بارك الله فيك.